تعطيل هيكلة تنظيم المجتمع المدني ودوره في تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية هو محور هذا اللقاء. هناك العديد من الأدلة إخواني، وجود مستشار مكلف بالحركة الجمعوية دليل. هذه اللقاءات التشاورية اللي من خلالها سنبني مع بعض استراتيجية ورؤية لإشراك المجتمع المدني، ولكن لإشراكه يجب تأطيره وتأهيل القدرات نتاعه وخلق مختلف الهيئات والهياكل للمجتمع المدني اللي أطرها نفسه بنفسه واللي تكون مرافقة من طرف مؤسسة الدولة على جميع المستويات. الدليل الآخر هو ما صرح به السيد رئيس الجمهورية في العديد من المرات، في كل مرة ويشرك المجتمع المدني في أي قانون لمكافحة أي ظاهرة اجتماعية، ويعطي الأوامر لإشراك المجتمع المدني. في لقاء الحكومة والولايات الأخير إلا وأعطى التعليمات اللازمة، وسمعت هذا، وألح ثلاث مرات على السادة الولاد لإعطاء الدعم والتسهيل لعمل الحركة الجمعوية والمجتمع المدني. الجزائر الجديدة اللي يبنيها كل فاعل في المجتمع، يبنيها كل مواطن مسؤول على المواطنة تاعه. فواعد المجتمع المدني طرحت أهم شغالاتها في هذه السانحة. عندنا دي ميدسان راهم يجوا من الجزائر ويعاودوا يروحوا لخاطش لي لوجمون ما عندهمش، الناس ما عندهاش باه تروح تعير عند لي بريفي. عندنا اليارام قاعد هنا مازال مطبق في الكارت نتاعو، للعين عليك مازال ما ندارش. علاه لي ساش فام هنا ما قعدوش؟ كانوا ربعه راحوا اون سي با بوركوا. نريد اخلاقه المجتمع المدني وتقييمه تقييما فعليا بحسب الاداء وحسب بصمته في الميدان، بعيدا على الولاءات والاستغلال السياسي. بهذه الولايه على سبيل المثال، شباب الولاية من متخرجين جامعات ومعاهد وطنية ومعاهد ولائية، إلا أنه شبح البطلة مازال قائم بالولاية. حب ذي كل الشعار اهتمام والمرافقة وكذلك التقييم للمجتمع المدني. تعزيز مكانة المجتمع المدني في التعديل الدستوري وإشراكه في بناء الوطن كفيل بإرساء قواعد الجزائر الجديدة.